أما صورتها فالأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذه السنة أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، يعني لا يسلم إلا من يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، يسلم ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم ركع ويسلم، هذا هو الأفضل في صلاة الليل. لكن يجوز أن يصلي خمس ركعات بسلام واحد، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه صلى خمس ركعات بسلام واحد، صلى ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم ثم ركعتين وسلم ثم خمسا بسلام واحد وتشهد واحد، يعني لم يجلس إلا في الخامسة وسلم منها الخامسة، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. وثبت عنه أيضا سبعا بسلام كما في مسند أحمد، صلى سبع ركعات بسلام واحد وصلى تسعا بسلام واحد، جلس في الثامنة والتاسعة، واختلف أهل العلم الثامنة هل يقرأ التشهد الأول أو فقط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم إلى التاسعة، لكن المهم لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، وفي الخمس لا يجلس إلا في الخامسة، وفي السبع ورد أنه يجلس في السادسة والسابعة وأنه يجلس في السابعة فقط. وقاس عليها أهل العلم لو صلى ثلاثا أيضا بسلام واحد ولا يجلس إلا في الثالثة، أو صلى 11 ركعة ويجلس في العاشرة والحادي عشر، كل هذا جائز، كل هذا جائز، لكن كشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله خمس وسبع وتسع فقط، ثلاث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلام واحد، واحد عشر لم تثبت، لكن أهل العلم قالوا هذه نافلة، والأصل في النافلة التيسير والتخفيف، فمن حيث الجواز يجوز أن يصلي الإنسان النافلة بهذه الطريقة بثلاث بسلام أو إحدى عشر بسلام